اسكت بالله ضيع لحدا اشيدا تدور كي كاتش حلبا انت خوستك قلما ميا لدا هردو هردو ميا لخا انتو سولغو يا ديدي الليلين ميسي تتكايلي اسكاغالي حي. عليكم السلام لما شعبك الصومالي تصور لواد ميخسا جوكتان مركي توتا ايوا تولو يولو مخلا تو صور لواد صور لواد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلامة لما شعبك الصومالي ميخسا جوكتان وحال حالا يدين بلان قاعدة ان شاء الله بإذن الله الكريم هبين دمبع وعاو وقت وكبيقين هاي إن شاء الله بإذن الله الكريم أنك هذا دونه أرنتا كسر أسبوناتي حقير أما حاسد قف نقضي وأمد الصومالي دوها وين إذا إنك لبح عبد المالك موسى الله وأنا ليسوم من نشي غنيا وحال ليسوم من نشي غنيا قف كولالك مرك أحق كتاقين هاي والله ليا إلهي سبحانه وتعالى يرسول صلى الله عليه وسلم بين الفري ولالك انصر اخاك ظالما او مظلوما ولالك اهيل قد اهيل قردرنا اهيل عبد المالك مصعود شلي ولا قردرنا وانا اهيلني او نمبر 1 بانك بل سوا حنا ربانتان عبد المالك مصعود يقضبدي سو قلن قضب قضب بان سو دول تاغيا واخ ولبنا ادله يا مرخاتي عدين بان ميسك سو ساريا انا قدتك ميسك هنتا تعي اسكا هادلي بلا حكمة داكو هادلا اما قف اسكا قبصد ميه عدين عدالة بان فلايا او واحان اسكو ديا واحان بقضب قضب ناسو دلتاو ايجي واحان هكا واحان بليني ابوان احمد قراني ابا صوماليات اضاي صوماليات ابوان صوماليات نين جيسي اح او حينيه بدن او حينيه سفولي او وحاوية تاقن وقتي سيد عبد الله حسن يو كهر يدكي مكران ساي صومالي نمدو لحدن كي وخي كهري ددكي نولا خلي غودي بنولي اد بارتو سلام يا ابوان قرن ابوان احمد قرن ابا صومالي ودي صومالي نبدون صومالي اد بارتو سلام اي اد بارو وهم بليني انت هان عبد المالك انتي سوغن وحن كلو هلكن ان دونيا انا كشغل نعيمه قرن نعيمو ابوان قرن هل ابور ابوان صوماليت نعيمو ابوان احمد قرن انا كنت واحد اقون وما الحين مركي يغره لكن ابيض وانا قين ابيض وانا قين سوغان سانديغي سنجري سفع ما نوقا ان نعيمو وحان كبرتي قف ان انا صاحب النهاي او سوغان وداغ نهاي صاحب دونا ان هاي لكن وضيقه ديدو كلا دوونت هاي لكن ودد وين ان اسقنا اي ميل قره او تاي و ابوان جابر رياض فكرك وانو كسبنا لكن نظام كان لو كلا يردوني ان markii uu horeysan arkay naciimo qorane fadlan loo shargaray naciimo qorane waxa uu horeysay abwaan jaabir ayaa bejkiisa ku arkay ee suugaantiidana halkaasan ku dhageystay oo ku arkay waa gabar Soomaaliyeed oo sharaf leh oo abwaanada oo jecel dalkeed iyo dadkeeda oo dhalinyara eegi ee way xiran tahay waxa lagu xiray Soomaaliland deegaanka Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland ama magaalada Hargeysa ku xiran ee ayaamahan waan maqlay in la xiray oo meel walba waxaan ku arkay sawirkeeda balse sida caadada ahayd waxaan islahaa inta kullay umar uu wala soo deenayda wax dhibaato ah oo weyni ma jiraan yaan aan sir kale iyo wax kale iyo buuq kale la sii kicinin ee markii aan arkay aabahay runtii aad baan u xumaaday sida magaran saayay loo dhibaatay reerka gabadha miskiinta loo xiray aan waxba geysan ee aad baan xun u qalcay aabahay sida wanaagsan kartida leh dadnimada leh oo uu hadlay wuxuu yiri Soomaalinimadu qofka hadduu Soomaali baan hayiraado ama qadiba Soomaali weyn baan aaminsanay qofku diinta kama bixin buu yiri wax badan buu ka hadlay kilibkiisa waxa uu maleeyaa Cabdisalaam Gentleman ayaa xalay mar soo dhigay oo ka dhigisay meel kastana uu yeelay wuxuu yiri Soomaali weyn soo dhalaysay waxa weeye qofka hadduu Soomaali weyn sheegtana dimaaha ama qadiyada aaminsan ee Soomaaliland naar wuxuu dhimin ma aha inuu diinta ka baxay waa kalaam sahay Soomaali weyn baan aaminsanay waana ku taageersanay waana aabo Soomaaliyeed abwaan Soomaaliyeed aad iyo aad baan u salaamayaa eegi inta markaan ka soo gudbo abaalaawaha qofka abaalaawaha ilaahay ma jecla
آذنهم مجعل قف كهدان أبا الحين إلهي مجعل آذنهم مجعل قف أن إلهي كشكرين قف أن قف بناء آذن ولاك سو ولا يقول ما هتصل وما هدق إن إلهي وما هنرو هذا عبد مالك وقف ما وكم عبد مالك عبد مالك وش أولدون وحوها نسى ما فرح أو حوي قبل هذا وقوي هوش كسب لابا جارها مبرع كده نهر جيسو قطبي شعب كيسي ومدي الصومالي هذا وحوي يعني وحوق ما تشري وأنا كنت شعلين وأنا كنت هاجر سنين وأنا آمن سنين فهمت وأنا كنت دجالا عبد مالك ولا حرج وحدونا هنا عبد مالك شخصية دي سكرت هاجو ده نقض القض وصور دي واحد لاري وحمد الصومالي تسمين إيه عبد مالك ولا حرج أروح أنا شخصي ugu qeyla dhaanta badnaa ama hadaa uu nahay midnimo qaran ugu qeyla dhaanta badnaa ee haday suugaan noqoto haday life noqoto haday barnaamij noqoto haday xaflad noqoto haday noqoto kirib la duubo dhankasta social media ha midnimo qaran hadaa nahaano dadka ugu qeylada badan ee Cabdimaalik Muuse Cabdoon qeylni Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxaan ugu qeylinayna xaq bay qaar badan oo reer tolkiisa oo in maader yihiin ayaa aniga soo garaacay oo ilaaha reer qan saxbaatahay maxaa ka galay Cabdi Maalik Muuse Cabdoon waa reer qurac anaga xidhanay anagu reer qan saxay adiga who are you adigu qof ma tahay border maxaa ka galay in aad erkay weeye maxaa ka galay oo ugu doodaysaa ugu dagaalamaysaa haguul aanu waxaan ugu dagaalamay oo ugu doodayaa xaq baan ugu doodayaa waxaan ugu doodayaa inuu yahay in Soomaaliya wanaagsan ummada Soomaaliyeed ee baahida iyo dhibaatooyinka haysto u gargaara taas aan ugu doodayaa waxaan ugu doodayaa Soomaalinimo waxaan ugu doodayaa Islaamnimo waxaan ugu doonayaa wanaag iyo sharafta uu waxa weeye sameynayo baan ugu doodayaa ayaan oran jiraa kuwa aanu saaxiibannahay oo isaga isku reer yihiin ayaan isku dagaalay oo aan ku kala dhimanay oo yirni oo badda ka bax badaas kuma qusaysay meenaadeerka ama maxaa ka qusay eegi saxuraad ruuxa ka bax Cabdi Maalik aniga waa walaalkay social media aniga way ku jirtaa youtube kana way ku jirtaa page kastana way ku jirtaa kayna way ku jirtaa aniga walaal waa walaalkay xaq buu ku taageen eegi waan ugu hiilinay maanta marka Cabdi Maalik Muuse Cabdoon Cabdi Maalik maanta bukaan socod buu noqday irbadii qabyaalada aan gaadhay iyo xanuunka iyo qoboleysiga iyo maamul goboleysiga iyo federalism iyo qurunka qof kasta oo ummada Soomaaliyeed wanaag loo galan wanaag qof kasta oo ummada Soomaaliyeed wanaag u gashana weelka ay wax ku siiyaan buu xara Cabdi Maalik Muuse Cabdoon wuxuu yiri naciimoy calankan aad u ooyishid calankaad u ooyishid bii cadaalad daraa lagu falaa eegi cadaalad daraa lagu falaa bii calankaad u ooyishid wuxuu yiri dadkaagu waa inay iska kala dhex arkaan naciimoy naciimo qoray marka intaad muqdisho iyo koofur iyo Soomaaliya aad aadi lahayd si qaawan baa caawo loo wada hadlayaa aniga Cabdi Maalik si qaawan baan wada hadlaynaa shalayna xaq baan ugu hilnay maantana xaq darro wado baan kaga soo horjeedaa ilma xayawaano kuwa isu qoray Cabdi Maalik niyo saaxiib ka baha shalay adiga amaanay hadalka walaalkaana anigu horta waxba ka soo qaadi maayo haashaa wujud oo dadkaas u lamid yahay ee shacabka meelaha wax soo qulqula shalay waa run shalay ana u hiiliyay ana u qeyliyay eegay ana u dagaalamay anagoo midnimo qarana baan meel u bishu taagnay cid walba anaga u canjarafaynay cid walba anaga ula dagaalanay Cabdi Maalik Muuse Cabdoon laakiin maanta tuu sameeyay waanu ka dagaalamay oo kula dagaalamayaan eegay naciimo dadkaagu weyn iska ka dhex arkaan gobolkaagu weyn iska ka dhex arkaan weyn gobolka Waqooyi Galbeed iska ka dhex arkaan weyn Hargeysa iska ka dhex arkaan weyn Tolka iska ka dhex arkaan buu beejkiisa ku soo qoray eegi cid caayday ma jirto wuxuu yahay oo wuxuu u sheegay uun buu banaanka u soo saaray uurka wuxuu ugu jiray Cabdi Maalik buu banaanka u soo saaray war markaa aad leedahay weyn gobolka uu iska ka dhex arkaan ma reernimo iyo qabyaalad iyo maamul goboleysi baad waday calankan aad leedahay cadaalad darro lagu falay kii ku soo daayay inaan ahayn halkaasaan caawu ka sheegayaa wallaahi billaahi wa tallaah Cabdi Maalik Muuse Cabdoon waa lagu xiray Cabdi Maalik Muuse Cabdoon waa la xiray shacab uu ugaada cid soo daysan aanay idii sheegay caawu halkaasaan ka qeylina midnimo qaran hadaan nahay oo kilibkii aan soo duubay wuxuu ahaa kilibkii madaxtooyada galay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la hor dhigay buu ahaa ee Xasan Cali Khayre la hor dhigay buu ahaa ee aanu leenahay hadaan nahay ummada Soomaaliyeed
وإن لسهودة يا عبد مالك هو يوين صومالي ودي بعطي سنبو بريسك ومدى وصو قادة شلالي وصو دي بجر ملاحظة ذلك الصومالي ملاحوينة يريس الوزاروبة ما داما بوق يريتري ملاحوينة ستو صلحوا لها الله إنك اللي يعضو إسماعيل عمر قيل لي ملاحوينة هدلك جبوتي ملاحوينة هدلك جبوتي أيو لها الله ويري إسماعيلو نكاسان أباهن حي إن دي بدل الله سوصار إسماعيل عمر قيل لي وحو وعي والله الله مدحوينه مامك الصومال لا يسجل سيلين وحو يرس أنا إسماعيل أقول الله اللي يسود دا عضو وحو يرس سيلين وحن بحنا يا عفس بان دوام بحنا يا عفس كسر كسر ديني عفس كسر كسر ديني يا أم كسر طرا يا اللي هو واحد تجيه ترمو واحد تجيه وي إنا نشيل إنه أنا عضيننا أدمار مسؤول درس يا كريم هذا أنا كانت عايز iyo caasimadan iyo dawladan aad caayishid waa tii shalay adiga wax ka dhigtay in coldoono waliba si hufan baan kula hadlayaa si hufan baan kula hadlayaa kuma ajarafayn iyo waxaan lahayn ka dhigmaa si hufan baan kula hadlayaa calankan waa kii shalay wax ka dhigay haasidina tahay xaqiiqana waan ku sheegayaa naciima abwaan qoranay godkii ku jirtay waa godka shalay ku jirtay oo tola ayaa Soomaaliyo lahayd وأنا هبني ما نديت كأطورني وسحوني وأنا نسوتشني وأنا ساعدنا وسوم منصورني ساعدنا كليب كوسو دوبني ساعدنا لايف كوسو جريني ساعدنا برنامج كهجة ديارني ساعدنا نكو خير دامنين أنا بقول إلهي سبحانه وتعالى ربي وأمي عبسيديسا يحشوت كسي بقدين تيسا بقدين كلا كمال الله بيو قف بين آدم أنا بقول سيدي دبا كما هم رضوا وأنا قالوا كفرني عالم كني وعنك عدالة ضرر نمعي نمعي وإن قبل كانوا شكا دحركا نمعي قد يد والقول وداجا قد يد يلو وداجا أبيه دي دلعي أبوان قرآن إلهي عمري جاهو ديري وجيس وأضي سومالي وأبوان سومالي بايري وأنا وهتان ران سومالي وين بن أمسنا يد الدين تكما بحن ورمحي سماس نم نمعم حي سماس سومالي وين بأمنتي قد يد قفل البلد قد يد سحر بويا دغر حرة القول باشا ديمقراطية ضل غشك يا محيطها دينتي ان اسلام كابا ان فريسة قف هدان ودينتي كبحين ايه حتى قف ملك دينتي كبحو بال نبر كسار المؤرن وانا كورت ورولا الماح وردينتي انو معانتا وانا عادل عيليسا حتى قف دينتي هدو كبحيو سيفت مركبة كل ما سو بودفت دينتي ان ديمقراطية يوناقا ان فريسة ما هذا الديمقراطية النيل ده بنتها غير قلبها تقشر كيان تدخل وصر ولو بهد لما الديمقراطية دوا تدين تنو نف نشي نشي بيسو هذا ترسو مالوين بنام سنين حق بيقول يا زايتي أنا بسوا مالوين بنام سنين ولا الكين بوتلاندر بنام سنين عبد السلام بنام سن سو مالوين ولا الكين سو مالاندر بنام سنين إنت بيت كأي سوق شدة القرآن كسو قرط وتعي نمعاي هرجيسا هرجيسا هسكك هذا حركته نمعاي غير طلقة هسكك هذا حركه أنا حيوان أنا تاني وكل شيء حقير وحاسدي شلون يمر كان أي سيان جد رجعت كمان أنا كوسارين إن سومالي محمد وراني قنت كديش كده تي الجو ده أي موحى كو موحى هسكك هذا حركة غير طلقة مسورة طلقة بده بده كأودي مر كان تيلك كوشرتي إيه أنا كهرير أرضيني إيه أنا كو قيلني ee aan ku maansoonaynay admaar guso aldono inaad abaalawad hayban ku sheegayaa oo aan wuxuu yiri ina kaarta yare maad si galgalan maad soo galgalan guna maad jirin kaarta yaro maad si galgalan maad soo galgalan guna maad jirin gacalka ku jecel baan had kaalo goob gabadha yar ee ku tirtirsanayshin oo ku tirtirsanayshad inaan yar oo aar oo timadheera oo ilmadu oo la xiray oo gurigeed inta lagu yahay xabsi lagu riday baad ku tiirtiirsanays oo beeska ku soo qoray saalan shalay maxaad u hadlay shalay markaa joogtay maxaas wuxuu yiri maad mi galay maanta xawo arosiyo maxaa xisaabtaba keenay mi xoolaad ugu leed war maxaa maanta keenay inaad dib u soo celiisid sheekadii ay kontan ka jeer ka hadalay oo Soomaali maxamed oo dhankaas inaad dib u soo celiiso aad naciimo irbad uga dhigtid ilaa irbad baad ku dhacday موكتي إيجي إربط حنونة أو كنسرة أو قبيارة بعد يوكو كشي مركزات إنان تينا رتاينات وحد كو قرعيني ساعة وحو يرمي كي جيري
waran kan ninka kugu haa baadida nin baa kula dayday daalna ka badanay hadana aan doonayn inaad hesha daayna abid kale dadku la idin moodi inaad tii duul walaalay dalan ma laha aakhiro hadii loo kitaabtayo waranka ku dhacay niciimo iyo reer abwaan qorane ayaad ku liilijinaysaa oo ku qancinaysaa waxaad doonaysaa inaad tahay halkii halkaaga fadhi xabsigaagaana ku jir waana lagu seen doon waa lagu seen doon doonaa marka lagu soo daayo sida kan xun ee xanuunka ee waxa weeye ciyaalkan dee ku dhashay ciyaal cadaaniga ahaan jiray ee kasoo qeyriya hargeysay dadka nasabkoodii caay sidaasoo kale ugu qanacayaad rabta inaad tahay eegi muxaqir baa tahay adumaal musool doono abaalna ma lihid dadkii kuu dagaalamay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha ururka midnimo qaran oo habeen iyo maalin xabsiga kugu soo jeeda oo kusoo wacaysay oo inta ay ku tarto qof soomaaliya aanu ku tarin weli ma aragteen cabdimaalik muuse cabdoona wuxuu leeyahay anigu qadi soomaali weyn baan aaminsanahay car waa shaqsiga itusa isagoo leh anigu soomaali weyn baan aaminsanahay oo calankaa buluuga baan aaminsanahay weligaaba cudurku kugu jiraya xanuun noloshaadaba xanuunkan iyo cudurkan uu kugu jira sax ee annagaa ku dhowdhowrinay annagaa lahayn war iska daayay war ninkaasi hawl kalu teeda kale mutadawac baa samafale baa tahay maxaa siyaasadda haddii aadan badheereen oo xiniyahaaga soo fuulayn oo aadan oranay anu soomaali weyn baan aaminsanahay labada maamul maamul somalilan iyo buda hala wada hadlo somalilan iyo soomaaliya ee qolo walba meesha ha lagu daayo xabashi baa inaga faa'iideysanaysa waraadeer waxaa isboortsku qarin baa liyaa soomaaliya midna waa idiin sheegaya noloshaydii nin cabdisalaam gentleman intaan dunida saarnaa ninka anigu waxaan nin raga u aqaan oon geesi u aqaanaa ninka sida aniga iyo cabdisalaam gentleman iyo jamiilo iyo midnimo qarantu xiniyihiisa soo fuula halkaa soo fadhiisto iyo anigu soomaali weyn baan aaminsanay niciimo abwaan qorane rag badan oonaan saaxiibanahay bay suugaan wadaag yihiin oo isyaqaanin iyagana halkaa sancaa uu marnay war niciimo abwaan qorane hal abuur baad lahaydeen oo waad wareysan jirteen oo suugaan wadaag baa haydeen oo beijit baad lahaydeen maxaad uga hadli la-diihiin niciimo dhibaatada loo geystay ilaa darad oo lahayn uu idinka hadin eegay ha moodina inaan ka hadli waayey waxaan eegayay raggii ay dee iyo dumarkii ay suugaanta wadaageen ay qunyar socodka wada ahaayeen rag baa waxay ii sheegtaa inay yihiin qunyar socod annagu qunyar socod baanu haye qunyar socod baa tiin haa oo maxaa qunyar socod ka tiin waqtigii runta lama joogo haye goorma runtu marka waxay imaanaysaa aakhiro adduunka marka la laabo oo soomaali la cuno oo nin meesha inta lagu tago sidaa xabasho u dejiso oo soomaali la waayo kurdi noqono maalintaasa runtu imaanaysaa miya raggii oran jiray qunyar socod baanuna raggii oran jiray waxa weeye war maad ka hadashaan niciimo maanta maxaad uga hadli weydin abwaanaad hal abuur baad watiin oo abwaanaadtiin beysis baad leedihiin waad iga codkarsantihiin waad iga fikir badantihiin waad iga aqoon badantihiine maxaad uga hadli weydeen niciimo waa taaxidhan rag baa way gula dagaalami jiray markaan dhoo war gabadhan maxay ma abwaanada niciimo boqoradda ha waay haye maanta maad ka hadashaan mise waxaad doonaysaa inaan hebel iyo hebel iyo hebel idin dhahdo war halkaa idinka magacaabaa doonaysaan aniga waraaq yaroo meel lagu soo qorayo bej yaroo kelmado lagu soo qoro anigu waxaa hiil uma aqaan hiil waxaan u aqaanaa ninka usoo taaga niciimo tolka usoo fariisto niciimo xaqeeda u dooda sida aabaheed ugu dooday eegi adeer hadday qadiyada iyo dadnimadu iyo raganimadu dhabkaa tahay waa in halkaa soo fariistaayo xaqeeda usoo dhicisaa ood alaqal xitaa shucuurtaada dareensiisaa dadka darirsa inaad ka xun tahay oo dadka kicisaa ninka la yidhaahdo inaan coldoon ina coldoon isagu uguma horeyn dee qof weelka wax lagu siiyo ku xaara noloshiisiina soomaali weyn ma aaminsanayn weligiina soomaalilan iyo soomaaliya iyo waxaa kale qoqobkaas niyadiisa iyo qalbigiisa ku jirtay lacag baan bixinayaa oo xaal baan bixinayaa golojoog ah haddii lasoo helo cabdimaalik muuse coldoon oo leh anigu waxaan aaminsanahay soomaali weyn waxaan bixinayaa xaal golojoog isagoo si cad loo weydiinayo mar iyo laba iyo saddex ahayn baanan ugu taagnaa uu leeyay maya waxa weeye cadow kaleo inaga inaga weyn baa ina haysta soomaaliyadaas haysta laakiin mid inaga sii weyn kan naga weyn waa ayo ka federaalismka ka weyni waa kee kan maamul goboleedkan iyo qabyaaladan ka weyni waa kee kan la kala qoqobaya dadka haddii muuse biixi raalli ka yahayna qofku uu islaam noqonayo haddii muuse biixi raalli ka ahayn iyo odayaashaasina qofku uu gaal noqonayo ta ka weyn aniga ii sheeg wuxuu yidhi tuulka xumaha
نمر كان نقضية تبلضها كيتشا تولك تولك واحد يا ذا بالكن لقو جورا جواره ده تولك لقو جورا بانا ده حي نكي ده قارو بدن شرب كرنا يه تولك حماها نمر كان نقضية تبلضها كيتشا تبلضنا وباشر العات الوجود العات الوجود كيتشو إيه أن كنت شر إدين تلمامني دولا تقانا إيجي إيه سومالي يو بطلان يو سومالي لان يو مقدشو يو ملك سفر ديا أو أتكا وده جبتان ور سومالي ميد ميدي شجع ميد ميدي شجع والله بالله تالله واني هذا مري نولي به شيب كيسة يو مجي عيسى يو ما أنتو إن يرو العجي هلا أيو سومالي دبوكاتا ولي واحد قدام بانقرن يا عبد مالك مسعودون لي بانقرن يا لكن بلا وحنكو قاضية هذا أرنتا أن عبد مالك مسعودون ميد سارين oo umada Soomaaliyeed gifka iyo khaladka iyo nugu sameeyaan oo naga xaal marin oo waxa weeye baadar hilaacyada bar isku ma heshiday mid uu ku hagaag mid uu ku habdo wallahi wax badan ma soo saaray oo billahi oo tallahi oo aan ogahay waxa weeye waana ka shisheena waana ka suqeyna wax badan ma wallahi dibad soo saaray intaas oo kun oo dollar boqolaal kun oo dollar wariyaha ku garab taagna marka aad leedahay naciima magaalada oo iska ka dhaxarad gobolka waa iska ka dhaxa shalay ku dhinac taagna مرهر برعا كنا عطاقنا مسرير هرقيسا كنا عطاقنا ايجي مسر صومالي محمد اردن امد دنين محمد امد صومالي اردن باكو قرب تاقني من نيك اوبخ توقع اوبخ بانقول اوبخ يوم روحلين نيك توقع يكن تكتيقى توقع رالي بقاوون وقرب تاقنا ما انترى انات سو قرتيد انات بيت كايكو سو قرتيد شاكاير او تلعصر الميل لقاسسني ميل لقاسسني وحاوي يجيب يجيب نتن oo fayris ah inaad naciimo tiraahdid oo ku tigtigsatid xabsiyada ku jirta saudi shalay ko iyo xabsiga ma aan kan aad caayisid sokiya xabsiga ka soo daayima ma waxa kula xabsiga ka soo daayay wani soo gelay leenaan yadu xabsiga ka soo daayay aan ka blue gaaba ka soo daayay ciidda sa ka soo diisay adar ummada soomaaliyeed ba ka soo diisay adar ha u qaadan هاي اسمود وياها ورين دمر كنا هذا ده هي ستي إن حوي اتكل قصودي سي عنك هبلو قاعد عايش اللي ده عدال ترى الغفرة ده قصودي سي يوم ما لحظة ما أنت عايش ما لحظة ما أنت عايش إفرماتي حس على الخير يجي حبسي كاسو داي عبد مال مصعل ضرب يجي منه وانكوش شيء يعني دولة هذا عايش يديو هذا دليل يسديو هذا تحكي شيء يسد باي دون كير أنا يسي ما فوق بلا فرنسيس وحنا يجي بقول أنا أنا قبى دولة ده أنا جو تاجر سبان كقف كده حلم الشجع فهد يا سمو يا جاسم ما دحتو يد هذا ندال إنه يه حال أودم بس بيش كي ميديا أودم بيك حال سيش ده بيش كي يكتر إيجي عب فهد يا سمو إنه دال يه بيش كي يكتر وأنا يا جاسم ما دحتو يد أنا قبى قف عابد مي دولة ده أنا والله دليل خرا وأنا دليله oo dhaliilay fahad yasiin oo agaasimaha guud ee madaxtooyada baan leeyahay waa daalin dhow sharla ah eegi laakiin calanka bluuga ah abu waa awale nin kasta wuxuu yiri nin kasto kabtiya ama he kur dheer fuula ninna waxaan rabiyay walba u ka timin loo kamili maayo rag oo kibir waa lagu ku faayay ka hal ogaad nin kasta oo buur isa saara iyo nin kasta oo waxaanu hayn iska dhiga iyo nin kasta oo baan ku riyay sanka taaga wallahi calanka bluuga abu hurin oo billahi hurin yahay oo tolaan hurin kaasaana adduunku ino yiqaana eegi kaad ku dhoofishay weeye maanta Cabdi Maalig waxba dadkan aqli gaabka ee sheekada yar ee jilacsan Cabdi Maalig waxa khaldan muu sheegin dad wada bukaan socoda qaar dee bukaan socoda oo qabyaalad duregaysay oo Puntland darnimada aaminsan oo Soomaaliland darnimada aaminsan oo inman nicda aaminsan ayaa ku riyaaqaya laakiin shalay ninkii ku doodiyay ku dayalamay anigu ahaa aniga Soomaali baan mahayn Chinese miyaab maanta ninkii ka soo urjaday runta iyo xaqiiqada ku sheegay aniga weey ina xuldoono adu ina tahay xaqiiq ah oo aan abaalawo ina tahay baan ku sheegaya gabadha meeshii aad ku jirtay la gariyay inaad tahay ku qana na ku qana nimcaay ku qana nimcaay hargeysa leedahay ku qana shalay maanu ku dhahno burcad leedahay ku qana ila waan ku dhigi karnay maxaan ula dagaalamaynay cid walba aan ula ka dagaalanta horee eegi ter tolkaaba ugu horeeyay ku yanaaya shaarkana haysto la barboorder iyo deen nabadgelyo waxaan waystaa
وبدم حالي دين دوي دين كنا نقعد الله أنا وين هذيك هي نوتة ورت ورت نعدي قرط يا كورا نون كاسو نصو ماريت بنو قانا إيه نصو ماريت بن عبد مارجو قانا أخلاق ده يتكحون إنك راك حي بنها كوي أنا صاحب بره أنا عيش وملح عين إيه أنا من سنة قديا الشمال لنا أي أنا كوك هذا دمني أديك مر حي حق مكوجلة إنها مركمات ورتميلو هبين إيمان بيكون تاني وحنا أفكي كشيء يو واحد واحد كلام وعندي أنا واحد وناك كوج شيء أنا كبه دي لعندي وأنا أشر كذا كنا قصين ولي من تاتسوي استعكتي سو مالي محمد ودم باكر أبكي سوي استعك ولي تانكس مطر قف تانكس مطر ورواد ما هتصنت هاي مطر قف مطر واد نك رجع أبال كلوج له ونك عشاء أنا وأبال كانوا كاسوين واحد عبد مارجو إن هوش هذين ودت سومالينا سيدي لسو كين لها أدنى عاجة هوش أنت صاروا أنا وأبال نوع هالعيد أبال نك أنت صاروا نو أبال جدلين أبال كلام أنا كاربني أما أنا كاجف دي أما بودري واد ما هسنتها أما هبل واد ما هسنتها أما هبلاي واد ما هسنتها كاجم فدين أنا وحنو كاجف دي نو أبال جدلين شقضا أن وضعها إنه آنه هاي إنه إذا دين عايك كشيء هذا كله وصومالي سوسوتم جد وصومالي سوية جد ووناك كشيء قيش ومتصدوا عنه وده جد وضد كوارلها الصوماليات ما أنت ضد بدم بعك بوحنا كمان كل أوقف الصومالية بوحنا إن هذا وناك أتفرتوا تواريارها ور ولا ور صومالي وحكم وحلو جوا ور ولا الله منه ور أنا قاعد ما هسقفصنه لكن بل وح أنا كاي الله إذ نوسي وديت خورهولي وحنو كاي لنا سكاي نسخري وقت ما يا سومالي لان تما يا عدو كلام ولا نهاية إلا وضع حضر كفي عن تاي قلوا البمش كده ها قل النظام كده ها يسطو بانو كاي لون ورسك أمس ونيو هوا خلو هيا داية هو يوين سومالي بحتر يا داية وردت بحلوس وليبي يا داية وعقوم بحسين يا داية ورنيو هكذا بقي لنا أنت سأل بحدي وري وانو كوع مصني oo nooc xun ee dhowshaalaha inta aad u noqoto ma iska ilaaw Cabdimaalik hawl ka weyn buhayo gobolnimada lagu sheegayo Cabdimaalik waa taawari taawiyan kugu dul qaadanay oo aanu fiirayno hooyada Soomaaliyeed ee aad xabad caanaha u geenisid baa nagaga weynayd waxaad adigu aaminsantahay uurka kugu jira ama u qoyha joogto ku xisaabtano ama hargeysaha joogto ama burcaha joogto hooyo waa hooyo Somali wa Somali hooyada burcahaday dirigtana hooyadeeda laascaano joogta wa dirgisa oo hooyadeeda boosas joogta wa dirgisa eegi hooyo wa hooyo ta anagu ogbaan ku aamusna aramtara iyo liilaf soo dhaaf libaaxi wixii horaba qubaba niciimoy feertolka qalci niciimoy alan kar waa ki qalbi dhagax lagu xiray oo meen maqnay qalbi dhagax markii la xiray meen maqnay Soomaali maciidan ka xumaan ba jirtaa maciidan ka halin ba jirtaa ma gobtubta weyn noqonay waynu liiqnay war waxa wax ka badan ba imanaye hal suwari teeda kale xilka iyo de arrimaha bulshada iyo waxyaalaha iyo arrimaha qarsoon aan hayo ma doonayna ka hadlo Cabdimaalik waan ku xeer dhiganaya waliba oo markii aan soo galay barnaamijkan ku sheegay waxa ku riisi hufan man qula hadlay wallahi waxa kala dibaan u dhiganaya laakiin balan ilaahay waxaan ku qaaday Cabdimaalik ama toos baynu isu dirreynaayo dagaalkeenu wuxuu noqonayaa baan kuri in baan kulmidkeen saaxada laga waayo oo nin waliba wuxuu ceeb iyo cibaaro iyo xumaan uu hayo oo hebel u hayo miiska soo sarana miiska soo saaray oo dagaalkeenu wuxuu noqonayaa baan kuri gar cadaawo baan kuri awl gooye baan kuri siqiir gowrac baan dhaxmaray ama adeerin raga ilaahay ka dhigay war adeer laba mid soo gal niyo mutadawacnimada aad iyo khayrkaaga wado iyo ummada Soomaaliyeed u gargaari jirtay oo siyaasada faraax la bax mayo maya mata war adeer anaga tuma shaadhaha lagu noqonay badeen wax taawaran uu niyo saasanahay meel aan meel kugu soo hagaagin wax badan baad saa isu qalqalisay war adeer aan ku sheegaa wax badan baad saa isu qarisay maanta dibadda iskaanta dibadda iskeentay wallahi ishaas ka daawanay niciimo ma la xiray ilaa wadaan kalmad ka qoray baan ku jiraa caafimaadka waayay
رج بدن بانكو ايجي او يقول لك من يصعد وصلاة على اوركو حوكرا لكن مرة وصوت بحضنا يقولنا او نعيمة امانة شري نعيمة قبر والعشي نعيمة هل ابو ردوي نعيمة ابوان ردوي نعيمة ماذا نعيمة محي اوهد الله يهنو دبا دوصو بحلاي نعيمة ما انتها دباتها هاي ستا قرقار بما انتها وباها انتها إيه دي أبهد بالدبا هاي ستا أبه قبل يسال حلوة دريمي كستا او على حد الله يولي بي محي او دبا دوصو بحلاي نمعوه هيلي وهي نعيمة ما انتها ما انتها هيلو باها انتها ين الله هده آوه سوغانتي هال أبور نمدي ماذا أذكر نمدي ماذا ضدي مقاحيا للف ديشر ماذا أما أنت بدنا نعيمه ماذا نقول الله الله إيش كده يا حسن جني مركي دنو كهيسا هستي تامبري أدو يال مركي دنو كهيسا دتك كلو جاتها مركي دنو كهيسو بعد دتك كلو جاتها إن موسى الضارو تشيل كأدو وتشوكا بانو كمان كنا الضارر لجوجو كني على أجل المدح الصومالي وين يا مدح حياة كويل الشوارية إيه أو سلا لجوشدي حاسد إنها تاي حقيرة نعيمة سلا لوش دول قادمة جديدة تخسر جدا تيا ذكره نعيمة ما قف يروح يربى صومالي وين بمع مسنا بيتم حاجات هرجيسة وبوش كوبت يعافض نيو هرجيسة يد على مدح يو عباي حاجات وبوش كوبت بحبه وين بيمشي تابع ويل وين بي مسجد تايو وحلاد إلهي بي ويل وين كبريسا حقاد قرفضة كوب كشاها قعداد قوضة والله داتكينو هسكا كادة حركو ايجي داتكينو هسكا كادة حركو هرقيسو هسكا كادة حركو اذيكم حسكا كادة حركوين لكن هو نور دوماتي دي ها هو نور دوماتي وان خياميس سومالي دانا بلو في الصلاة كان كورنيل كا كان انجينير كا عبد فار يوم موسى مادر نينوا بروفيسور نينوا كورنيل لبض بعلنك الصومالي يحكي صبرتين ولبا موسى ما أنت صومالي لماذا ديدن عن كالرياب ولبا عاو كان عالم كيف ولسيتا كان صومالي لماذا ديدن موسى وحكي صبرتين عالنك الصومالي بلوكا وحكي صبرتين كان عبد الفارق إمانت اللي فدراليسم بان وبطلع من قصرينا فدراليسم بان عارن كبلوكا وصومالي وحكو صبرت ويلك أي وحكو عنا بيكو حاران وانا صومالي دانا والوية قاناتي حتى الدولة دي صوماليا مسبي تنزانيا ليبيا عيد انا نواناك يا أبال أقرين مجدت عيد نو أبال قدين مجدت نكستا نكستا او نقصو شعبها او نميع سينو او شرف سينو او كرامة سينو او ما يسان كرو قادنا او انو بمبولنا او انو دقاله او ترسل عبد المالك وخلا ايجي والله افكو ويهود هضيا افكو ويهود هضيا هذا البو اليه انوان هفتاقنا ولي وحوان قارن ايا او دبول ايا او صبور ايا بلن اله الله كمحان كو قادنا نذر لما قالو لما نبين ايه انا عوضونا سيدة تنك هدينا كولا دقالامين ما نقول او اله ايا كو كيني ما نقول مرة دام كتير لوك مجنون. نيك 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 أتكلم نيك أتكلم كدول بود نيو. وريا دلقات كأنه سامعني يوحنا لدرتان لو جو جيستي وأنا دبر كوديرني ما قياس كذي دالو سامعني حتى عندي ما أدش كم دال. هو يلا ماركتين. هو يدو أوبت كيدو أو دريكسن علاش سأو ثابت مو يلا حم عنده. من نما قرن وهويد امه الصوماليه امه الصوماليه ميد كسته او لهيسته انو ساسان اوركا علوشان او تابنا كان غاجيسن بان اوغني او كان دريكسن بان اوغني او كان دبن بان اوغني او ميد كسان او ديالنا صومالي وين او دمان من نما قرن هدان هويونا ايغي ميد كستنا مركو او تيسا غارو ايو امه الصوماليه كو خارا امه الصوماليه بو كو خارا برنامج العاوه واحد كلام وما سو جلين بقى واحد كلام عن كهل الله يا ما بتشرت بقى أبى الله ونن أبى الله ولي يا طبعا كهل الله يانو سيني ده ونكون طورا بحر نقطة أبى الله ونن كهل الله يانو يوقف حقيقة يا وبين نوش يعني وصومالي ما تذكر صومالي ما تذكر لابلكعب من ولا ها بح حاجة سلوش استدريرة كوب بلال بحبه وما سو جنب ورا الصومالي حتى هذا سوغان لي وحكو هستا هدان لرقرقين
هدان لرخروجين رك بان هيرين هدان لرخروجين رك بان هيرين نكستي ما أنت أودن تيسي نجوجار سيدا قوى سياسيين تايدن تودين نجوجار وارياره أو مالو بم حويدات كنيو أهل كنيو أروره إن الله ينيا أو سومالي عقدات وكرجل نيا أو إن خوتي نمد على كل من لي أو قبله هني أروره هني وحوي ما أنت وما تني إن قطي ده تبدأ يحلم رفتيه أرد دواء صور حكي شيء أيام ما أنا كستنين سيدا نجوي ما نخسر كورة إسكسرنا دهلا إيه نير كتاب كميت بأسيدا وداد كوبيا ترجمة وحو كتفيا شرقيا داد كان وأوكا بشيخ مسنوة كادبوي بالقف أدلة هو القف من قفك وناس أنا بتشرو وروا صومالي وروا أنو وناك تعل وأنو مدى سكينية وروا أنو متطوعة وروا أنو وداد وروا أنو فريدة وروا بروفيسور وروا أقويهن وروا سيد اللول اللي هي بمعنى تدبر لينا دش أوت سوق اللي ما كله بقول يصدم بفرسانية صدح بقول لعاتنا سعد ورجني ساد سولة ده إنكم وريها الله وناك سنة ونقول في عام والبرلمان إنكم برلمان كان في عنا والحلمان كانوا هناك سنة والسياسي كان في عنا والبروفيسور كان في عنا سيدا طول هذا هاي بقروتوين كي تقنينا دي نعسنا ما تقصو قعيس مركاسو ساعد فرم زيرو بان كل سياسة ساعد ورجيني يا حمانة بن عاك لتقي لبوة تشيل عدو أه وقمت الصومالية عدو كاع صومالي بالا يهلا صومالي بالا يهلا همبلي يعني دريا أدير صومالية أبوان صومالية أبا صومالية أبوان قرنة وأن ينجز ترى وأن حق يروح تخلح وردان الدين تكوا بحبيه سومالي وين بنام سنة قبل ده دنا ده سومالي وين عمتي ده الدين تكوا بحبيه سومالي لو استشي حتى أبغى شكل يجيب هذه هي أس نمي أس أس دي أفيو شبه هذا على طيالة مبوي سومالي لك هو سومالي تدخل السيدة كل تجمعية عبد مالك مسعود ضرب أنت هسات جرمويد ولبا على كبت صدي سومالي لماذا أبوان قرنة وعي ما أنت لو قلت له أنت سومالي إنما كل هالشيء يا أنت شرف كل هالشيء يا أنت هانتي مال كل هالشيء يا أنت ما سومالي إنما كل هالشيء أبوان قرنك مهري نعيمنا أنا يا أبوي لنا هالكاسة أنت كل ساحة أو كل صوتوس أو نية هذا الجري أو واد أكيس أو واد داون السائر دقيسو أو دقها كراري نعيمنا يا أبوي لنا سومالي وين بأبوي لنا واحد واجست أنا بجتدي دول والواجست يحنون يوم مامل مامل يشكير وتصن يعنصرية يحن شقين إيه وأنا قبر واتمدير لما تعبت تمدير تمدير لما تعبت وحنا لقبر قالوا المدو عقوبة ده أنا وذهريسة عدمالي مصعدون عقوبة ده يتيخ تيخسية ما يشدني له هذا ورقة ده سيداي ورقة ده سيداي ما يشدني له اللي دبعته دي واتيكو قد عضي هتان حنون هتان حنون صني اما انا دل وريا حما خوشا نيو وحفظ ما نطور اياي اذر حدي اغلي لي راي نعيمو حدي لي تير نيو صوماليا وحبان عشان اياي مر لمو ضرقو وحفظ ما عشان اياي لكن دقال كواني قوي قدين هل خاصا كو مر لي دقال كواني قوي قدين لكن وحن ايه يحوي قرشا دا دا لا ايه كرشا دان باليجي وحد هلك تلعب هذا الليجي تلعب هذا هلك الدكتور أم باليجي وحنا كوشة جي وقرأنا ستة وسقولة تعلمي وأنا محبك وقرني وحول بنا ميسك أساسو صاري صوت هذا أنا إلى هنا جمع ديبسن شل ولا علمو يوات شورا ما كده علمي كير ولا الخاين ما أبو زو قاتولي أو كويبي سياط بره أفكي أنكو عاي أفكي أنكو أمانة كو عاي ما هو أرد أنو ما أمانة ده إن عبد مالك مصعدون وأنو هيلي حقبونا يقول هاي أنو هيليو قرشة ده أنا إيشي أنو هيليو مركه أنا ولا يا قدرنا أنا جانا هول بيجي هاي إيه أنا جانا هول بيجي هاي مركه أنا خلاه إسلامها يا عقومها iyo gabdhaha asayda iyo dadka danyarta ee buraya hargeysa jooga waa dadkii ina xayawaano iyagu la u hiilinayo u shaqeynay kuwa ninka u shaqeeyaan anigu u shaqeey aan ka dhaadhiyay boqolka ku faantaa leena Soomaaliya tii uu wada qana kuwa hargeysa iyo buraya jooga ee agoonta ee danyarta markuu Cabdi Maalik laga xiray waa ka xanaad
عبد المالك دتك سوح إيشيني يا صوماري هذا ولا لحية أو هو يضيع أو ولا شيء أو ولا الكيا أو نادر كيا أو إهل كيا هذا أديتك حانوسان إيشانو برأي هرجيسة يبوساسة أدخلين يهود يو كريستن كلا دقيه أنا حانو أقارن قوسين وده دقيه يبوساسة يبرأي هرجيسة يقروي سي يوم مقدسه وحبين القوس قوسيهم بنا مشانهم والمعطية المئدو يعني المعادير إنه يهين هو يده هرجيسة شو تانانين هو يديتها تنقدسه شو تانين هو يديتها نكية حلال كل شيء بنا حل دبا صوبار الحكومة مرة نكية حلال كل شيء بحل دبا أنا وحنا من حلال من حلال دلعي أو وطني وطني دلعي أو إنا درويشة درويشة ده شيء وعانه درويشة سعبي وفي صلاة الكومة هم هذا هيدا فرضوه هنسها وقادا يعني صومالي لماذا إيو مناعق إيو كرتدا إيو طد لماذا إيو صومالي لماذا إيو قاني لماذا إيو كرتها وأمر الشيء صومالي بان واحد صومالي لنا ودد وده قبعة قار حانوصان وبكان صعودا دي أمر كده عوي كلام عبد مالك سان سنقول هيلني كير عبد مالك ولا لك سان شيء جاي مراه أنا يعني عندي جوس وقري حالي وحنقول هيلني نكن دبان ورالك يا عبد مالك ده وحنقول هيلني ده كام ما تضع شقلا سناني هي سان سنقول هيلني ما أنت لو حنقول صور جيدة حنون كان وخرسني يك ولي هست بحاجة وحر قصتها وحل يري أظن بيكو خرسنا هس عبد القادر شو بقادر بيكون شو تموت إيجي واحد قرصتها أظن بيكون قرصان حنون كانوا قرصني طبعا شرب عنكم نورني وسكت صومقة أنا كده وينني وسكت دويش منها سكت صوتف طبعا شرب ورياش ويدين طبعا شرب عن غص ويديني وانو بيرع عني ده حنا نودي نهدا نقوم بنا نكجر هذا هو هاي من المغرب يهذا بوردر هاي بنا إن iskada ino maadaamo umad Soomaaliyeed oo hawl u hayo oo u shaqeynayo ilaa qof waxba lagu xeeriyay tiina uu dhaafay marka dantu lahaa uu Cabdi Maalik gaaray laakiin waxaan leey Cabdi Maalik waxaan ku sheegay in aan anigu kula diirsanahay oo kula dagaalamayo wali oo dagaalkayga caawo uu ku ekaanay ilaa xadiiqooyinka jira baan ku oo wallahi baan ku ri iyo wax allaari waxad maleegtay iyo waxad qulunsatay iyo wixii meel yaal iyo wixii aad wadid oo dhan inaan miiska soo saara waraa ninku yiri sinaan meena adna buur sarintis ma tiisa sagaashana ninkaan tayada qiimeyn tiisana ma qaabilo sax ninkaan Soomaalinimo iyo wanaag iyo walaalnimo waraan u ilmaadeertay baan ka diidanayo walaalahay baan ka diidanayo deegaankan ka imi Puntland baan ka diidanayo خير نمو وخير نو ما شقينيسو سومالي نما شقينيس او ان كو كلا تغناي او كو كلا مقناي او نسو سيغن ماركا اديغنا والله بالله تلايك هاي يلي مايو انا تمن شاب اي غشتو تمن غجيلاي و نوقتي يما حيوان انو شاف سكر من مقلتي الما حيوان ولا هو صغر قال كابو بيريش ورانو ضلع سر يوحى يعلدون يو شيكات دماتي سوالي دينا نحنو باتين أراد سوى البون كولا سوى البون كولا تعال سوى البون وأنا كوجود هذا سوى البون وأنا وأنا كوتصني لكن بالله وحاهات سوى البين أنا حماك كوتصني سومالي أنا وحلي وسومالي إسكه بصلا ما أنا والب نيرو تبيسن أو أنتو دحدا يني صحدو أو ور عسيدين حدو أو واحد كان إسكه يمكن دقت كت برا إسكه دب يك 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 ترى بس نكي ناكتي جوادي رعضي يعني dadqalk naayuu ku cun ee dabannaana nawa bahad ay dabannaana na hooy ka joog ay dabannaan soomaalidu laab la kac yaro nin cabaleedi maano walba nin baaydu ku guura oo magaciina qaata oo dabar yar yar qatraan maanta daban aakhiru dir qasad soo u yidan ilmada ay haaska dadka ay daadinayaa way badan yihiin
دتك المذا يحاس كضادنا يا وموش وبدين إيجي نرجع وحنو قانا أم جس جس دلوا قانا نكسيد عبد سلام جنتلمان هني يسوع صفورة الحق يحق قد يعدارة خورهما إيه هل كسور دكتور حق قد كهلا كاسر المولين وغا حبان خيرنا يا ويصعد معنا أنا بحاول بكمل حلو ميلو بفرح هالجنين سياسي هبل ودمري كشخصية ساكهل والله شخصية طلعي حلوة أو سياسي هو الشيجية أو كن عنصر جامع الشيجية أو كن دانستها الشيجية أو مد والبيت النفط نقول شو تطالنا هاي من المقر حتى أي عدالة نخالنا ولا غير قرن من دجال كهيج نوا دجال كهيج أنا جايين عضون دجال نجد حيان وا أو وقرع دوام خورس قيره جورع وين حتى إنه يدين شيءين محيط سمي أرض قلب بيجت كيس أو حيوان كونا منافقين تاعه مرة حاجة قصو كيس تبعنا حاجة قصو أرض بيجت كيس قالوا صولي قيس أنا يعفان لو يديني ش وروح عسان بنيو شكل يروح عساني هبل هاللو ده يي قارب أخوره إني بنيو بدريو حتى والسياسي هبل كان كهذا شد ها تاجرها قار ورني كي أنا كسياسي تاجر صلو سياسي أي دلالة نكي تاجر صرو أو حارانيا أنا تاجر صرو نكي تاجر صن سياسي ومت سوارية كل جوين يو هدر بيجاب حنك هدر بعاني جيجاب عاني جوا لبقف هذا يسوع هذا لبدا قف بالحق يا عدالة وشيعان نكي سياسي يهير نم تاجر صن نكي قف آمن صرو أنا وحنا مثلا هالدين تيدا وحنا مثلا هالعلن كيدا وحنا مثلا هالعيد تيدا وحنا مسنا هدول نمد إذا نكي أنت ها وحكوه سيك حظيو أنا كشقي تالما أنا وهن قرار عبانه إلهي مويانا آذنا نم بهنيك آذنا وحنا وبهنا يوم مشت ربي بقى وقف لنا عنك نلاش إذا سجى كفارة قاضي عفمات إلهي إلهي بقى قعدت سكوتة نفط يدو ربي بقى قعدت سكوتة إلهي مويانا آذنا أنا وبهنا هاي ولي بكوه حنده مشت وقفك وأنا سنا وأنا كان وضو وضينا marka aniga wax bayaan ilmada iyo haaska maana balay soo daaday Soomaali idu kura ka fiirsada maalin banin bay idin soo u yahay ha hebel 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 free hebel hadoon aakhiru idin dara uu idin kala gooya kala walba ninka doonaya wili abtigiinu kala jara ka war in oldon irbada sa ku dhusan irbada waxa ku dhusan Soomaaliland nima ba ku jirto wallahi aadan habsheeda waxa ku soo boodana iskaga eko niyo dadka Soomaaliyeeda caawinaysay ku eko hadda badan iyo waayadan iyo anaga marba shaad noo soo gashitina warda dagaalkeenu caawin buu bloobay hada caata waliid absalaam jentelmanaad baa ku salaamaya gudoomiyaha ururka midnimada qaran jamiila jeejey jamiila chaama aadan jibriil aad baa ku salaamaynaa waxaan kala Soomaaliyeed in sheegaya aqoonyahan aadan jaamac kaahin waan aqoonyahana waan xildhibaan ingiriiska ka London waanu wax badan og waan xabsi qabyaarada ka soo booday waanu wax badan og fadlan ka faa'iideysta oo la socda barnaamijyada aadan jaamac kaahin iyo sidoo kale Faisal Abroon ninki soo saaray magacii ah Hargumeysi Hargumeysi magac aan yiraado ninki soo saaray waa nin dhalinyaro oo qoonyahana Soomaalnimaduna ku dheer tahay cidna aan u joojin xaq iyo cadaaladana ka hadla anaga ilmada iyo haaska iska kaay qaar inuu yahay haas iska keena maartay no TV soo furto Soomaali way adoo Soomaali uu kale waxa ugu jira Faisal Abroon kama inta ka arkayo waa nin Soomaalnimadu biyo dhigtay aadan jaamac kaahin Jamiila Jaama Sahara Qaran Sahara Midnimo Maxamed Soomaali Ibrahim Hargeysaaw dhamaan waa master wax aad baa master damaan ummada Soomaaliyeed iyo ururkeega mid maqan ana waxaan noo hooyada ummada Soomaaliyeed dibaatadina noogni kiina xumbaanu toosina kiina xanuunsan baan daweyna ka baahaysan baan rajina eegi waa qasbay muxuu qasbay ruuxa aswaa yasniyo manina hooyadii iyo aabihii iyo reerku horta niyo Soomaaliyeed baan ii sheegay Cabdisalaam gentleman hooyadii buu raajugta walaalihiina burcay joogan aniga hooyaday laas caanood bi joogtaa walaalahay laas caanood bi joogan eegi yaa wax ku sameyn karaa waa kuwaas ma waxay joogan
waxay joogan de halkan inay ilay aan maqla jiray aan wuxuu laayaa dadkan dibadaha soo jira hareerahooda iyo buu qaqabsadaayo warda dhukhri xabashi ma haday eeg malaysiya iyo china dadkay kuma noola abdimaali buu socda hadii reerkiisu iyo qoyskiisu joogo hargeysa de abdisalaam gentleman ba hooyadii iyo walaalihii baa burca jooga waree oo aniga hooyada iyo reerkaygii baa laascaana jooga waree yaa waxaas waa sheeko yar oo jilicsan iyo niic baa liyaadaa iyo riwaayad iyo waxaan waxba ku dhex jirin wey reerkii u dhimriya reerkiisii baa burco joogeen oo haddaa cabdisalaam jentlemaan reer hooyadii ma jeynay joogtaa iyo walaalihiisu kuwan burco jooga maaha war waxaas waa sheeko yar oo jilicsan iyo nin jilicnimo aniga hayla imanna iyo waxaan soconay dee nin weliba wallaahi soomaaliya ugaada annagu shilin uma soconno oo ma qaadanno dowladda aad dadku ku shaabadaysaan nin sidiisaba mushaariya dowlad mucaarad kuma noqdaa dudo anagu markaanu doonaa dowladdan qofka xunee dowladda ku dhumanayaanu soo qabanna fahad yaasin baad ogeydin oo aanu sheegnay haddana aan sheegina kan wasiirka arrimaha dibadda noqda ee daalinka baanu sheegnay.